معنا من باريس نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك. سيد كاديك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث هذا المساء. عملية رفح بحسب التصريحات الإسرائيلية تقترب أكثر فأكثر، نعلم اليوم الموقف الرسمي الفرنسي، ولكن ماذا سيعني ذلك بالنسبة لكم في فرنسا إذا ما فعلا حصلت هذه العملية؟ لم أسمع السؤال جيدا، هل لك أن تعيد السؤال لو سمحت؟ نعم طبعا، أسألك عن الموقف الفرنسي إذا ما فعلا بدأت عملية رفح. الموقف الرسمي الفرنسي واضح جدا من ناحية هذه العملية، ولكن هناك إصرار إسرائيلي عليها، وبالتالي ما الذي يمكن أن نترقبه من فرنسا في هذه الحالة؟ ما هو الرد الذي تنتظرينه على هذا السؤال أكثر من الرد الذي قدمته الحكومة الفرنسية؟ موقف فرنسا واضح، حيث تطالب فرنسا بوقف لإطلاق النار. طيب، الموقف الفرنسي بالفعل واضح، ولكن بنفس الوقت اليوم حصلت تطورات كثيرة بالمنطقة منذ هذا الموقف الفرنسي الواضح، لأنه فرنسا اليوم يقال يعني فعليا أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية التي كانت آتية باتجاهها. هل هذا يعني أي تغير بالموقف الفرنسي برأيكم؟ وهل يمكن أن تقبلوا أنتم بأي تغير من هذا النوع؟ هذا ليس بالتغيير، فإذا تم إطلاق صواريخ إيرانية ضد إسرائيل فمن الطبيعي أن نتمكن من التدخل بغية الدفاع، لأن هذا يكون اعتداء من جانب إيران. طيب، اليوم أيضا كان في مطالبات داخلية بفرنسا سواء من برلمانيين أو حتى من منظمات ومؤسسات بموضوع السلاح المرسل إلى إسرائيل. طبعا القضاء كانت له كلمة برفض هذه القضايا، ولكن بنفس الوقت هناك علامات استفهام داخلية حول تسليح فرنسا لإسرائيل. هذه الاتهامات كيف تتعاطون معها أنتم في مجلس الشيوخ وتحديدا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع؟ أعتقد أنه لا ينبغي أن نخطئ الهدف، فكل هذا الجدل ليس له أي أهمية. ما يهم في الواقع هو أن نحصل على وقف لإطلاق النار على الأرض في قطاع غزة، هذا هو الهدف الأول الذي نسعى جميعا للتوصل إليه، وبالتالي هذا الجدل الذي يفتعل من أجل تشتيت الرأي العام نعلم ما هو الغرض، ونحن طبعا نواجه جدل من هذا القبيل دائما، لكن ما يهم هو ألا نغير الموقف وأن ندعم السكان وأن نوجه النداء، لنعلم أن كل هذه الأحداث بدأت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وهناك رهائن لا يزالون محتجزين، ومن ذلك الحين هناك أعمال عنف تتم، للأسف 10,000 من الضحايا سقطوا في هذه الأحداث. طيب، تدفعون ما زلتم باتجاه وقف لإطلاق النار، ولكن من الواضح أن موقف إسرائيل لن يذهب أبدا بهذا الاتجاه، خاصة مع الحديث عن عملية رفح، ونعلم كذلك أنه مواقف حماس لم تذهب بهذا الاتجاه نظرا لفشل المفاوضات، ولكن بنفس الوقت اليوم هل من المقبول أن يكون هناك عملية جديدة داخل رفح بأسلحة تأتي من مختلف الشركاء اليوم لإسرائيل ويموت فيها مزيد من المدنيين والضحايا؟ Vous
تعلمين أن ما تقوم به فرنسا يستهدف دائما لتحقيق السلام والتوصل إلى حل دائم، وبالتالي حل الدولتين، دولتان تحترمان بعضهم البعض وتعيشان جنبا إلى جنب وتهتمان برفاه وتنمية مجتمعهما. هذا هو هدفنا، وما يقلقنا في الواقع هو حصول التصعيد في جنوب لبنان، لأنه ينبغي أن ينسحب حزب الله من هناك. وأذكر بالقرار، قرار الأمم المتحدة الذي يعود عام 2006 والذي لم يحترمه حزب الله، ونحن جميعا ندين ونأسف لهذا الوضع. وأعتقدنا الآن ينبغي وقبل كل شيء السعي لإعادة كافة الأطراف إلى العقل والدفع باتجاه التفاوض والحوار، فهذا هو العمل الذي نركز عليه لمصلحة السكان. حضرتك تتحدث عن جنوب لبنان وعن حزب الله، وهذه نقطة أساسية كذلك اليوم للحوار. هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي من جديد إلى لبنان وإلى إسرائيل والمنطقة. فعليا هناك كذلك مقترح فرنسي، ولكن ما الذي يمكن أن تقدمه فرنسا برأيكم سيد كاديك بهذه المرحلة لوقف هذا التصعيد بالتحديد بين حزب الله بلبنان وإسرائيل؟ أعتقد أنه في هذا المجال هناك تحرك يتم بالاشتراك مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على خفض للتصعيد. هذا ما يشغل بالنا كثيرا اليوم، نحاول أن نعمل من أجل منع اتساع رقعة القتال وأن يتعرض الجنوب، جنوب لبنان ولبنان، إلى تبعات هذا التصعيد. هذا ما يشغل بالنا، وأنا سعيد جدا أن يتوجه وزير الخارجية الفرنسي سيجوني إلى لبنان وإسرائيل، وفرنسا موجودة من أجل القيام بكل ما تستطيع من أجل إعادة السلم ومنع حصول التصعيد. هذا ما نسعى إليه، وطبعا أنا أدعم بشكل كامل ما يقوم به وزير الخارجية الفرنسي سيجوني. حاولت فرنسا أكثر من مرة لفعلا الذهاب إلى إمكانية تسهيلات من ناحية التوصل لتفاهمات بين لبنان وحزب الله تحديدا وإسرائيل، ولكن ذلك إلى الآن لم ينجح. يعني هل فعليا اليوم يمكن لفرنسا أن تقدم شيء جديد؟ بأي أدوات يمكنها أن تقدم ذلك بوقت أنه هناك اتهامات كثيرة أنه فرنسا هي حليفة لإسرائيل بشكل أساسي؟ تعلمين أن 461 يوما مرت دون حصول لبنان على رئيس للجمهورية، وليست فرنسا هي التي تغذي الصراع هناك، وإنما أطراف هذا الصراع هم المسؤولون. وحماس في 7 أكتوبر هي من تسببت بكل ما يجري، وبالتالي فنحن نشهد ردود فعل متسلسلة، ويجب أن يتوقف كل ذلك. ولكن صحيح وكنت محقة، هناك أطراف على الأرض يريدون أن يتوصلوا إلى حل، ولكن ليس لدينا الحل نحن، ولكن هؤلاء الذين يتقاتلون على الأرض، هؤلاء الذين يتسببون بسقوط ضحايا بسبب ما يقومون به، يجب إقناع هؤلاء الأشخاص الذين يتقاتلون بإنهاء هذه الأعمال العسكرية. يجب التفكير بالسكان الذين هم ضحايا هذه الأفعال، وبالنسبة لفرنسا فهي تقوم بدورها، وهي تتواجد على الأرض وتمضي وقتا مع كافة الأطراف في مسعى لإعادة الجميع إلى عقولهم. ولكن أنت محقة، لم تحقق فرنسا نتائج، ولكن لا أعتقد أن هناك بلد حقق نتائج. فرنسا موجود، وزير الخارجية سيعود، وبالصبر نسعى للقيام بشيء ما، نرسل سفن إنسانية، نبذل كل ما نستطيع لأننا نفكر بالسكان الذين يعانون.
هل تعتقد سيد كاديك اليوم أنه الذهاب إلى لبنان يكفي فقط من ناحية خفض التصعيد، أو أن الأمر يحتاج إلى حديث مباشر مع إيران؟ أعتقد أن إيران تتحمل مسؤولية كبيرة في كل الأحداث الجارية، هذا صحيح، وأعتقد أن هذا ليس برأي شخصي وإنما هو رأي يتشاركه الكثيرون، وحزب الله وحركة حماس هما فيما يبدو ذراعان لإيران، وهذا ما يقلقنا. والمؤسف أن هناك في المقابل أطراف تريد أن تنهي هذا الوضع، وبالتالي نشهد هذه النتيجة. يجب أن نأخذها في الحسبان. في لبنان حزب الله وإيران يتحملان مسؤولية كبيرة، لأنه ليس هناك حتى الآن رئيس الجمهورية اللبنانية، وهناك مسؤولية كبيرة، وحزب الله موجود على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي، ويجب على حزب الله أن ينسحب لما لا يقل عن 10 كيلومترات من الحدود. نعمل من أجل ذلك، من أجل لتحقيق خفض التصعيد، وإلا فإن الخطر محدق بجنوب لبنان، ومرة أخرى الضحايا الأبرياء هم الذين يسقطون نتيجة ذلك. وبالتالي أعتقد أن إيران يمكن أن تكون مستفيدة إذا وضعت حدا لضغوطها، وأعتقد أنه من المهم اليوم أن نتوصل إلى حل بشأن الرهائن، ونحن نبذل قصارى جهودنا من أجل ذلك. ولكن أنت على حق، فرنسا لا يمكن أن تفعل شيئا وحدها، إنما كافة الأطراف يجب أن تشارك، لأن الوضع طال أمده. كان دائما موقف فرنسا من ناحية إيران عندما يتعلق موضوع بالمفاوضات النووية هنا وبالموضوع النووي، أنه يجب أن يستمر الحديث مع إيران، ولا يجب قطع العلاقات، ولا يجب الذهاب إلى إجراءات قصوى كما فعلت الولايات المتحدة بوقت من الأوقات إدارة ترامب. اليوم مع هذه التطورات بالمنطقة، هل يمكن أن يتغير موقف فرنسا تجاه إيران وسياسة فرنسا الخارجية نحو إيران؟ أعتقد أن موقف إيران لا يسمح على الإطلاق بأن تتحسن الأمور في الوقت الراهن. وأذكر هنا بأننا لدينا فرنسيون هم الآن رهائن في فرنسا، هناك 4 مواطنين فرنسيين موجودون في السجون الإيرانية، وبالتالي فإن إيران تتبنى موقفا صارما وقاسيا، ونحن نلاحظ ذلك. طيب، ولكن بنفس الوقت يعني هذا ماذا سيعني بالنسبة للتعاطي مع إيران بوقت قادم؟ هل سيستمر الموضوع بنفس الطريقة نظرا إلى وجود معتقلين لديها، أو يمكن اليوم الذهاب إلى إجراءات بالسياسة الخارجية، إجراءات أخرى قد تشكل ضغطا على إيران وبنفس الوقت لا تعرض الملفات العالقة للخطر؟ اليوم نحن نتجه نحو تبني موقف غاية في الصرامة حيال إيران، وأعتقد أننا تحلينا بالكثير من الصبر وتعاملنا كثيرا بلطف مع الأوضاع، لكن ذلك لم يعطي نتائج. وصحيح اليوم نحن نلاحظ أن إيران ترغب في المضي بسياساتها، وهذا يشغل بالنا بشكل كبير. ما تأمله فرنسا هو أن تهدأ الأمور وتعود إيران إلى وسائل أخرى وسبل أخرى. نلاحظ هذا واقع، نلاحظ ما حدث بسبب حماس وما يحدث مع حزب الله، ونرى أن الوضع جامد في لبنان بشكل كامل، ويؤسفني أن أقول المسؤولية الكبرى تقع هنا على كاهل إيران. شكرا جزيلا لك ضيفنا من باريس، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك.